Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what you been romance? يلا يا جماعة ستاند باي. يعني بدايتك كانت في الحمام بقى والقرف ده. بالظبط كده. ويا ترى مين دخل عليك الحمام واكتشف الموهبة العبقرية الفذة دي؟ يا جماعة حد يشيل البت دي من قدامها. يعني أنا كمان لما كنت بتفرج عليكي في الكليبات كان نفسي قوي أبلغ عنك بوليس الأداب. صدقي أنت ست معقدة وحقودة. في كده قوش إيه العسل ده؟ نبي أنت مش هترتاحي لما ترفدني. ماذا؟ احنا لازم نحط النقط على الحروف. انا مش عارف اعيش من غيرك. انا بحبك. اولا قلت لك 100 مره احنا اصحاب وزمايل وبس. وبعدين يا ابني قول كلام قد سنك. وبعدين قوم روح شوف البازار بتاعك. انت هتفضل طول النهار قاعد لي هنا عامل لي فيها جست. يلا الاسد برج الاسد. الحب سوف يأتيك من الماء فحافظ عليه من الضياع. بقولك ايه طيب؟ طب واحد برتقان طيب؟ واحد برتقان؟ اي مالك يا في ايه؟ انا برضو اللي مالي. انت مالك بيها؟ هي مين دي اللي مالي بيها؟ اللي انت بعت لك جيب لك واحد برتقان يا خفيه. طب وايه يعني اجيب لي واحد برتقان؟ معادي يعني ايه المشكله يعني؟ المزه دي تخصني وامرها يهمني ومالكش دعوه بيها. شاطر تاني وشوف انت رايح فين. يا عم شاطر يا عم اتكل على يا عم بس وعدك دي بس اوعى بس اوعى بس. يلا زهقت من قله المنافسه. مش لاقيه اعلاميه تنافسني ولا انت ايه رايك؟ طبعا طبعا يا نجمه. وهو انت في منك اتنين؟ نيفر. عشان كده ربنا رحيم بينا. بتقولي ايه؟ بقول لك عشان كده هلا سرحان لغت البرنامج بتاعها. طبعا لازم تلغيه. كفايه علينا بلوه واحده. بتبرطمي؟ بتقولي ايه كل شويه؟ بقول لك كفايه علينا مذيعه واحده زي القمر اللي هي انت. مدام يقاء مدام يقاء مدام يقاء انا مش بتبدأ نفسي. مطر في عز الصيف غرقتيني رشاش. انا اشفى اصل انا ما بحب حد بيحصل لي كده. انا من اسد المعجبين بحضرتك. ممكن ناخد شوله؟ اوكي وايبس وبرنو. امسكي 1 2 3 نهر اسود وني اشفى. دي كمان السد وانت اكتمي 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 يا حقيقيه اهي. هاتي امسكي بسرعة يا اخي. حاضر حاضر 1 2 3
اعرفك بنفسي، انا عمرو الكيلاني. وانت بقى مين؟ ايه الدوشه دي؟ ايه في ايه؟ يا اوشا اوشا الله يخرب بيتك يا ابني، بالراحه يا ابني، الله يخرب بيتك بالراحه. توقعني يا ابني، انت مجنون يا ابني، بالراحه تهبل. مرة تستقبلوني على إني خالتكم، مش تمرمطوني المرمطة دي، أنا مش من الأعداء أنا. إيه اللي أخرك كده يا ندى؟ يا دوبك عقبال ما خلصت. بقول لكم إيه يا ولاد؟ عايزاكم تخشوا تذاكروا شوية، ولو قعدتوا هادين هجيب لكم معايا بالليل فيلم الكاراتيه اللي كان نفسكم فيه، ماشي؟ عشان عايزة ماما في موضوع كده، يلا. شيشة! شيشة! غريبة، بقالنا مدة يعني من ساعة ما كنا في الإعدادية، ما شفتكيش معجبة بحد بالشكل ده. خلاص يا ستي، اول ما استلم الشيفت بتاعي هقلب لك الدنيا عليه. مش انت قلتي ان شفتيه على البيتش وان هو جست عندنا؟ خلاص يا قمر. يا سلام، احنا الاوتيل بتاعنا فيه فوق ال 2000 اوضه، هتلاقيه بقى فين ان شاء الله. بعدين انت عارفه اني ما كنتش بعمل كده غلاسه وخلاص، انا كانت كل مشكلتي اني بدور على واحد في حاجه مختلفه، وطبعا لازم يبقى له كيان في شغله زي ما انا كده هيبقى ليا كيان في شغلي لما افتح المطعم الايطالي اللي نفسي فيه. عبالي ان شاء الله ما تلمي تكاليف المطعم بتاعك ده اكون موت انا على ايديك. طيب اتفضلي خلاصي عشان نلحق الشفت بتاعنا بدل ما يطردونا. لا يطردونا، لا انا بكرامتي استقيل. استقيل؟ تجننتوا؟ انتوا نسيتوا اخر 10 سنين جبت لكم اعلى نسبه مشاهده؟ شوفي يا لقاء، انا اكتر واحد عارف تاريخك وعارف افضالك على القناه، بس مجلس الاداره ليه راي تاني ومصر على التغيير. تقوموا تغيروني انا؟ انا اللي شايله لكم القناه انا؟ ما احنا عشان كده قلنا كفايه عليك شيل، واني الاوان نشيلك احنا، قصدي نريحك ونشيل عنك المسؤوليه. مجرد قلم غبيه من مجلس الاداره تمحو تاريخي، تسرقوا من عمري 20 سنه، انا لهم حاجه يا مرتضى؟ ايه يا فاء، طمنيني ازيها، عامله ايه دلوقتي؟ ليه بقى؟ ايه ده، انتوا اتجننتوا؟ انتوا ما اديتوهاش الدواء من ساعه ما كنت عندكم لغايه دلوقتي؟ يا عالم حرام عليكم، قلت لكم نص معلقه بعد الاكل 3 مرات في اليوم، واوعي تزودي عن نص معلقه، انت فاهمه؟ يلا دلوقتي على طول. عامله ايه يا لولو؟ شفتي اللي جرالي؟ معلش حبيبتي. ايه ده؟ دكتور خالد قال تاخدي نص معلقه كل ما تحسي انك هتتعصبي. افتح بقه، افتح بقه. هو فين؟ طلبوه في المستشفى، عايزينه ضروري. انا لقاء هانم يحصل فيا كده؟ احسن مذيعه في مصر. معلش بقى، مش قلنا ما تزعليش نفسك؟ طب اديني نص معلقه. لا دكتور خالد قال نص معلقه بس، كتره غلط. يلا نامي كده عشان تصبحي حلوه ومزاجك حلو. بني وي بانوي بانوي. ما يجراش، انا استحملك. الف سلام عليك. Housekeeping. Housekeeping.
سوري انا ما اعرفش ان حضرتك موجود. طب استني ثانيه واحده بس اقول لك حاجه. طب استني بس هلبس هدومي بس ثانيه واحده. اسمك ايه؟ انت يا بنتي بتاعت الاورنج بتاعت البرتقال. طب تليفوني طيب اي حاجه. يخرب بيت جمالك، ايه الحلاوه دي؟ قمر حبيب قلبي ربنا ما يحرمني منك. يا نهار اسود قولي يا شيخه ينعلقوا شكلك. بقول لك ايه بقى؟ وانا مش هعرف اتكلم معاك كلمتين على بعض، ما تستني ثانية واحدة. هقول لك حاجة مثلا. تبص هقول لك حاجة، لو الناس دي مضايقينك أو كده ممكن آخد تليفونك أو البي بي إم بتاعك وأكلمك بالليل. أنا ورايا شيفت هاوس كيبنج، لازم أروح أغير هدومي، ما ينفعش. روم سيرفيس إيه؟ هو أنت شغال هنا في المطعم ولا في روم سيرفيس؟ ولا في الهاوس كيبنج؟ ولا فين بالظبط؟ صباح الخير يا وشا. وشا صباح الخير. روح يا ابني العب بعيد نرش ميه. ايه يا ابني السفاله وقله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تحترم نفسك شويه. انت ايه يا ابني كانوا بيردعوك ايه؟ زباله؟ زباله؟ اه زباله، ومن نفس السفاله اللي كانوا بيردعوك منها. لخص بقى كده وقول لي عايزه منها ده. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. ايه يا عم انت جاي تتوب هنا؟ ما قلنا لخ ما بنقولش الكلمة مرتين، عايزة من ندى. يا ابني بقول لك أنا بحب ندى، ما تفهم بقى. ها أو قديمة دي، طب ما أنا كمان بحبها. طب والعمل؟ بص أنا أقول لك، أنا أهو وأنت أهو، كلمها وسيبها هي تختار، وهنشوف هتختار مين فينا. يا ابني ما أنا المشكلة إن أنا أصلاً مش عارف أكلمها. بسيطة دي يا عم، أنا هخليك تكلمها. مرضي يابا؟ تمام. قشطة يا معلم؟ قشطة. كفك بقى. خد لك شوية ملح. يا ترى انت عايز ايه يا استاذ عمرو؟ ولا حكايتك ايه؟ ولا حكايه ولا حاجه، انا بس حسيت بحاجه غريبه قوي من ساعه لما شفتك. عارفه لما تحس ان انت بتحب حد من قبل ما تشوفيه؟ وانا حسيت بكده معاكي، وحاسس ان معجب بيكي قوي يا ندى. معجب؟ ليه ما شفتش بنات حلوه قبل كده ولا ايه؟ يوه كتير. بس انا نفسي اسالك سؤال، هو انت فيكي ايه زياده عن اي واحده انا عرفتها؟ ولا اي حاجه، انا بس حسيت ان انت دخلتي قلبي من اول ما شفتك. شكلك كده بتاع بنات وعايز تضيع وقت في اجازتك وخلاص، وانا غلبانه مش حمل اذيه. والنبي بلاش تجرحني. ليه بتقولي كده يا بنت؟ انا حاسس ان اعرفك من 10 سنين. انا شكلي احبك كده يا بنت المجنونه. لا بقول لك ايه، احترم نفسك. هو انت عشان امور وحلوه يعني هسكت لك؟ وبعدين يلا روح نام بقى، انا عندي شغل الصبح. حاضر. بس والنبي كمل جنانك وخليني اشوفك بكره. ندى انا شايفه حبيبتي ان انت مش عايزه تنزلي الويك اند ده، خلاص خليكي انت براحتك وانا هنزل اطل على الشقه وادي الولد التمرين وارجع لك على طول. ندى 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 نادى، في حد ساب لك الزفه ده في الريسبشن؟ ليه انا؟ ايوه. طب شكرا ميرسي. ايه ده؟ ده ووكي توكي. ها ما قلتليش هنتقابل امتى؟ حاول. وانت ما قلتليش انك مش طبيعي، حاول. طبيعي من ساعة ما شفتك، وعلى فكرة أنا أول مرة يحصل لي كده. دي مشكلتك أنت تحلها مع نفسك، حاول. لازم أشوفك حالاً، حاول. ما ينفعش ورايا شغل كتير، حاول. 5 دقايق بس أشوفك فيهم؟ وبعد كده أسيبك ترجعي لكل أعمالك اللي في الأوتيل. حاول. قبلي يا فقر وما تضيعيش فرصتك. ندى، بعد كل اللي بيعمله ده ولسه برضه شايفة إنه مش مختلف؟ طب هبله منظري ده؟ ده انا شبه العربيه اللي عامله حادثه. يا بنتي مالكيش دعوه، دي شويه خربشه في الصاج. ولا يهمك يا مزه، شويه تظبيطات ورجعك على الزيرو. ماشي اوكي، بس 5 دقايق بس، حاول.
فندم اديني جيت اهو، عايز ايه بقى؟ بص بقى من غير لف ودوران كده، انا عاوز ارتبط بيكي. كده بالسرعه دي؟ بقول لك ايه، انا قلبنا هو اللي هيكسب لو يحصل ايه. بقول لك ايه، انا قلبنا هو اللي هيكسب لو يحصل ايه. هياخدك لو تعمل ايه، بيحبك وده مش بايدي. ده روحه فيك لو غبت في يوم، يدي الدنيا عشان يلاقيك ويفضل يدور عليك. تخيل بيموت قوي فيك، تخيل مثلا واحد مكاني بيحبك جدا، لازم تسيبه يتجنن طبعا، يعني هعمل ايه؟ تخيل مثلا واحد مكاني بيحبك جدا، لازم تسيبه يتجنن طبعا، يعني هعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا قلبنا هو اللي هيكسب. لازم اسافر لابني، انا لازم اقوم بدوري كأم. كفايه كده، 6 سنين كتير جدا، ما ينفعش. طب اهبطي ووفري على نفسك الشيل والحط، عمرك كلها كام ساعه ويوصل؟ بجد طبعا، ما هونتش عليه، ما انا امه برضه، ما هونتش عليه سيبني في الظروف الوحشه دي. بس هو مش جاي لوحده، جايب معاه المزه بتاعته عشان يعرفها عليك. ايه المزه بتاعته؟ انا ابني يحب من غير ما يقول لي، من غير ما يستاذني؟ يستاذنك ايه هو ده؟ هو انا بقول لك داخل الحمام؟ بقول لك الراجل بيحب في ايه لقاء؟ لا يا حبيبتي، ابني لسه صغير قوي على الحب، وازاي يحب من غير ما يستاذني؟ مين ده اللي صغير؟ ابنك راجل بشنبات. حبيب امه رب شنبه. مالك يا لقاء، انت بتقفشي في الكلام ليه كده؟ ده مثل يا حبيبتي مثل. انا عايزاكي دلوقتي تستهدي بالله كده وتهدي علينا وتظبطي نفسك عشان حبيب ماما يجي يلاقي ماما زي القمر يا حبيبي ويترمي في حضنها. انا فعلا عمري ما حسيت باحساس الام. هو عامل ازاي؟ عامل زي احساس الزمالك لو خد الدوري. ابقي قابليني. خالد عمرو ربى شنبه. بجد؟ ايوه، وجايب الموزه بتاعته النهارده، هشوفها. ايوه ما انا عارف، ما هو حازم الششتاوي صاحب الاوتيل اللي هي بتشتغل فيه في الهاوس كيبنج قال لي ان عمرو عايز يتجوزها. هاوس كيبنج؟ خدامه؟ بتنضف حمامات واوض نوم؟ المشاير دول ده حتى استاذ شعبان عبد الرحيم، دي عامله لقاءات مع اهم ناس في العالم. بس لقاءها معاك انت هيبقى لقاء حصري. كفى، وحشتيني 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 وحشتني وحشتني. عامل ايه يا عمو؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ ايوه عامل ايه؟ ماما عامله ايه يا حبيبتي؟ ماما جميله، بس مش مراعيه ظروف حد خالص يا عمو. ندى صح؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، زي القمر. شفتي؟ عرفت تنقي يا عمور. على فكرة وفاء مديرة أعمال ماما وصاحبتها الأنتيم، وتقريبا كده هي اللي مربياني، أنت تقدري تقولي أمي التانية. يعني ما يغركيش طوله ده، لا ده أنا اللي مربياه، يعني تقدري تعتبريني أم بشرطة. سلام قولا من رب رحيم. ماما وحشتيني وحشتيني يا روح قلبي، وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني. حبيبتي وحشتيني وحشتيني. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ حبيب ماما وقلب ماما. حبيبتي اخبارك ايه؟ حبيبتي عامله ايه؟ وحشتيني قوي. انا كويسه حبيبي، وانت عامل ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ تعالي بقى اعرفك على ندى. ايه ده؟ مال وشك اصفر كده ليه؟ اصفر؟ لا
لا يمكن قلة نوم بس ولا حاجة. تعالي بس تعرفك على ندى. ندى؟ ماما؟ ماما يا ماما. هاي. ما تتصوريش قد ايه انا مبسوطه اني قاعده معاكي دلوقتي. انا من اشد المعجبين بيكي وبتفرج على كل برامجك يا طنط. ما بلاش طنط دي، ما بحبهاش. قولي لي يا لولو. ولو انها صعبه عليا شويه لكن حاضر. يا ايه؟ لولو. برافو يا حبيبتي. اتفضلي. ساكت ليه يا حبيبي؟ بصراحة بقى أنا كنت حاطط إيدي على قلبي وخايف قوي من مقابلتكم مع بعض. خايف ليه يا حبيبي؟ لولو أنت أحسن أم شفتها في حياتي. وأنت يا حبيبتي برغم إني معرفكيش غير من مدة صغيرة بس أنت مش عارفة أنت عملتي فيا إيه. أنت غيرتي كل حياتي وبجد أنا مقدرش أستغنى عنك. ندى أنت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. تتجوزيني يا ندى؟ لا. واضح انك انت فاجئتها، ما تضغطش عليها يعني، اديها فرصه تفكر. لا مش كده، انا مش مصدقه نفسي من الفرحه. بس يعني موافقه؟ اوعي توافقي. طبعا طبعا موافقه. تمام قوي كده، يلا على البركه. اتجوزي ابني يا خطفت الرجاله يا انت قاعده تطور في الولايات. محدش ياخد ابني مني يا كلبه يا انا هخليها لك ولادك. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا رول. افتكرت مكالمه مهمه جدا لازم اعملها، ثواني. ها اتفضلي. اكيد هتتصل ببوليس النجدة. يا عيني على الموفات والحركات والحاجات الحلوه اللي بتطلع مره واحده دي، بتشيكي كده ورايحه على فين؟ ميمي هاتي حاجتي من جوه. انت شايفه المهزله اللي انا فيها؟ ابني انا يتجوز خدامه؟ ابنك مبسوط وبيحبها، وهي اخرى باين عليها متدهوله وبتحبه. انت عارفه انت مشكلتك انك فاضيه. لا لا انت محتاجه مشروع يشغل وقتك ويرحمنا من شرك. افتحي سايبر. صح؟ ايه هتفتحي سايبر؟ لا. امال بتفكري في ايه؟ بفكر اخلص من البنت دي بس من غير ما اضايق ابني. جرى ايه لقاء؟ احنا هنتكلم هنا؟ تعالي نتكلم جوه. يلا. يو ار ويلكم. عشان كده مستعجل على الجواز. تصدق عندك حق، ازاي انا ما فكرتش في كده؟ ما هي علشان سافله وواطيه وما تربتش عايزه تاخد ابني كده على الجاهز على طول وتدبسه. قولي انت عايزه ايه وانا معاكي. انا من ايدك دي لايدك دي. هايل يا حياة قلبي، عشان كده انا عازمك على اغلى ازازة روزين شمبانيا هنقيها لك بنفسي. خدشي. Thank you.
ما تغلاش عليك، اغلى ازازه شامبانيا عشان الكلام الحلو اللي انت قلته. ضد الحريق والزلازل والبراكين كمان. ايه رايك؟ تحفه. ده البيت اللي احنا هنعيش فيه. بتهزر؟ ده يجنن يا عمرو. بجد عجبك؟ طبعا عجبني. الحمد لله. بصراحه يا جماعه انا كنت حاطط ايدي على قلبي. الديزاين ده انا عامله بطريقه جامده. انا نفسي مش عارف عملته ازاي. وكفايه بس ان هو عاجب القبطان وعاجب كمان القبطانه. غيرت معاها غيرت معاها غيرت معاها. ايه ده ايه ده ايه؟ قاعده مقلب زباله، حطي كيس في بقك. ايه القرف ده؟ يعني ما اسالش لب يعني ولا ايه بقى؟ ها اكيد غيرت معاها. ده انا هخلي ليلتها سودا. ايه يا حبيبه قلبي؟ ايه يا حبيبي؟ اديني نمره ندى من فضلك عشان وحشتني، عايزه اكلمها. ندى؟ ندى معايا هي. معايا بنت الكلب معايا. ايوه يا لولو. ايه ندوشه حبيبتي، ازيك؟ وحشتيني قوي. عايزه اشوفك عشان عايزه اقول لك حاجه. عندك حاجه الساعه 3؟ لا ما عنديش حاجه. ما تتاخريش عليا، عايزاكي ضروري. حاضر، 3 بالظبط هكون عندك. باي باي باي. ندى، أنا ست عندي خبرة في الحياة وأقدر أستوعب إن ده طيش الشباب. أنا متأكدة إن أنتوا غلطتوا. مش فاهمة حضرتك تقصدي إيه بالظبط. أنت حامل في الشهر الكام؟ عياطي 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 يا حبيبتي. الدموع دي بتغسل البني ادمين، بتنظفهم. انا عايزاكي تبصي على روحك في المرايه وتشوفي مستواكي، تشوفي انتي فين وابني فين. الظرف اللي معاكي ده فيه شيك ب$50,000 عشان تعملي المشروع اللي بتحلمي بيه. اظن كفايه قوي، مش كده ولا ايه؟ والله لو حضرتك عندك خبرة في الدنيا قوي كده أكيد كنت هتاخدي بالك إني ماليش في الغلط، وإلا ما كنتش أبقى بشتغل أي شغلانة تيجي في سكتي عشان أصرف على نفسي. ولا ابنك نفسه كان فكر يتجوزني. أما بقى كون إن حضرتك شايفة إني مش قد المقام، فدي مشكلة حضرتك مش مشكلتي. بس خسارة، كان نفسي تبقي أم اللي أنا كمان.
حبيبتي برافو ندوشة. أنا دلوقتي اطمنت على ابني إنه عارف يختار الست اللي تصونه وتصون شرفه وهو غايب. تعالي في حضني، تعالي يا قلبي تعالي. أنا كنت بمتحنك يا حبيبتي بس نجحتي بامتياز ومع مرتبة الشرف. الذي نجحت في الامتحان أنا تقول عليا زي أمها؟ أنا زي أمها أم الجزمة دي؟ اللعب؟ أنا ابني خريج أكبر أكاديمية في العالم يتجوز خدامة؟ ابن لقاء هانم أكبر مذيعة في الشرق الأوسط يتجوز واحدة بتغير ملايات وفوت؟ أنا؟ تاخده مني أنا؟ يا لقاء لو كل الأمهات عملت زيك كده كانت البشرية انقرضت. وبعدين الصراحة بطلي بقى الأنانية اللي انت فيها دي. أنا ما عشتش مع ابني، ما عشتش معاه. يا لقاء ابنك بيحبها وهي بتحبه. اخرسي، ابني عنده نزوة وهتخلص. خلاص اعتبريها نزوة، سيبيها بقى تخلص لوحدها. الله، لم الدور كده لحد ابنك ما يسافر ويرجع بالسلامة. وبعدين سيبي إزازة الدواء دي، الدكتور قال معلقة واحدة. مالكيش دعوة، اف. محدش فاهمني. ربنا ما يكرمناش كده تدخلي في غيبوبة لحد ما العيال يتجوزوا ويخلفوا لهم عيالين ثلاثة كده. وبعدين ابقي فوق. فيه يا وفاء؟ ماما مالها؟ طمنيني. مفيش، احنا كنا قاعدين حلوين وزي الفل، فجأة وقعت على الأرض. أنا افتكرتها بتلعب ضغط. يا عيني نزلت ما طلعتش. منها يا دكتور؟ مخبيش عليكم، الحالة حرجة جدا وحالتها النفسية زي الزفت. حصل لها هايبرتنشن مفاجئ، ارتفاع في ضغط الدم، وده كان ممكن جدا انه يتسبب لها في جلطة او حتى شلل. ده ممكن يكون حصل لها بسبب انها اتطردت من الشغل او انها مقصرة في حق عمر. على العموم هي احسن كتير دلوقتي، لكن انا عايز منكم حاجة مهمة جدا جدا جدا. عايزكم تعملوها معاملة الاطفال وتبعدوا عنها اي زعل. تعملوها معاملة ايه؟ الأطفال. أيوة كده. آه على فكرة ممكن تروح معاكم النهاردة. ها يلا تفضل. خش خش. غيبوبة يا رب. ألف سلام عليك يا روح قلبي، إن شاء الله أنا وإنت. لأ سلامتك يا لولو حبيبتي. أنا مش هسافر بقى بكرة، واخدك نسافر يومين ثلاثة بقى نغير جو كده ونتفسح شوية يا لولو، وادلعك بقى شوية، وبالمرة كمان ناخد ندى معانا. لا يا حبيبي سافر انت، شوف شغلك. هبقى كويسة لو ندى جت قعدت معايا، هبقى كويسة قوي. انا بحبها قوي يا عمر، قوي قوي. قوي 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 قوي. هتوحشني قوي يا حبيبي. وانت يا روحي قوي. وعايزك تكلمني كل يوم. حاضر. مره الصبح ومره بالليل. حاضر. وانت حبيبتي خدي بالك من نفسك وخدوا بالكم من بعض. ها، واول ما اوصل اكلمك اطمنكم. ندى، ايه يا ماما بالراحه؟ ايه ده؟ ما تقلقش يا حبيبي، انا مش هسيب لولو دقيقه واحده. ما تقلقيش، هي اللي مش هتعتقك ثانيه واحده. انا عايزك بقى تاخد بالك من نفسك وتدقل هدومك جدا جدا. حاضر. هدقل هدومي. حاضر. حاضر. وتشرب كويس عشان البحر عالي وبرد قوي. هاكل كويس وهشرب كويس وهلبس كويس واخد بالي من نفسي، وهلبس فانيلا من تحت عشان خاطر البرد. ايوه. وهشرب لبن يدو عشان الكساح. عايزه حاجه تاني؟ لا يا حبيبي، بعد الشر عليك من الكساح. بعد الشر يا حبيب قلب امك. يا خبر كده تنسى تسلم على ندى؟ اه ندى. انا عارفه انك انت مستعجل قوي يا حبيبي. يلا يلا اطلع بسرعه. باي. سلام. باي. سلام. باي باي يا قلبي. باي باي. باي باي. ندوشه حبيبتي، حبيبه قلبي، تعالي بقى. انت خلاص دلوقتي بقيتي بتاعتي، بتاعتي لوحدي. طبعا يا لولو، انا بس هستاذنك اروح بسرعه اجيب هدومي واجي على طول. وماله حبيبتي، بس بليز بليز ما تتاخريش عليا. ربنا يخليكي ليا يا لولو. I'll miss you. I'll miss you too.
I miss you, I miss you too. I miss فهم حاجة خالص. نهار اسود، هي الولاية تعبت ولا ايه؟ يعني على حظي في الكام يوم اللي انا جايبات معاه فيهم، لما طلعت طواعها زي ما قال الدكتور. زي الفل للصبح. طب انت عشان تبخري تولعي في البيت؟ بعقل ده برضو؟ طب افهم. طيب هي اي يا هي يا، قولي ورايا وانت هتبقي جن. وان تو حفظت. كات كيت كات، لوك نيو لوك، تشات ولاد وبنات، تات كلام ستات. يا بقى قالوا قالوا مي فيسبوك وناس حلوين. يلا يلا اعلى. بصوا بصوا طفاطيفي طا، يلا للي ويلا للا. وستي وستي حرام خلاص، يرقص وانا شايفاه، انا قلبي كانه باظ، حد يلحقني يا ناس. يا ست مفيش احساس. لسه في مندا كتير. وانت وانت او يا او يا، انا عندي جروب على الفيس، تامر واحمد وعويس، وبرد بنو او ياس او ياس او ياس او ياس او ياس. بس بس سد، انا مش خايفه انا مش خايفه. جير مليه خاتم سوليتير، هند وريمو عفاف، شو برادو ولا ابو العلا اسعاف. طير طير جبنا فطير، تيشيرت بادي او شورت، او بير بير زير زير، داك داك دوم، نار نار قطه وفار، w.com انا بسير عمده غفير. ستوب ستوب سبيلينج ستوب وبس. اديني ماي. معدنية مش حنفية. ممكن اروح انام بقى؟ لا لا بخاف انام لوحدي. لا نامي جنبي من فضلك بليز، من فضلك. لا 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 لا
ايه المرحوم ميت بقاله كتير ولا ايه؟ تنامي؟ لا بلاش كسل، ده احنا ورانا مشاوير كتيره قوي قوي. مين اللي وراه مشاوير؟ انا وانتي يا روح قلبي. انا وانتي انتي عارفه انا موتي وسني ست انا ما بطيقهاش، عشان كده بوافق بتوتر ما بتبطلش كلام. بس والنبي بص قدامك، انا مش ناقصه اعيش معاها. يلا شاهيني بسرعه، ورانا مشاوير كتير. حاضر. يا رب اشوفك يوم تصحي كده تلاقي رجليك الاثنين شمال. حطي الحاجات دي في الشنطه. حاضر يا لولو. على ابو الجواز اللي عايز يتجوز. جبتي المعطر؟ اه يا لولو. طب ممكن تجيبيهولي؟ معلش يا حبيبتي عشان في ريحه وحشه قوي مش عاجباني. حاضر يا لولو. ميرسي. ما دخلني في العيله دي بس يا رب. تفضل. ندى مالك انت تعبانه ولا ايه؟ انت خبطت في ديزل من غير ما تاخدي بالك ولا حاجه؟ اقوى من ديزل. المهم انت خلصت التعديلات ولا لسه؟ خلصتها وهاجيبها لك حالا دلوقتي، وان شاء الله هنبدا التنفيذ في خلال اسبوعين، بعد اسبوعين، وهبعت لك قهوه على طول بسرعه دلوقتي. خليها دوب لو النبي يا سمر عشان صحصح شويه. لا 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 هبعتها لك دوب عشان تصحصحي شويه. وادي القهوة في فنجان يا ستي. لولو ايه؟ ايه مالها؟ عايزها سادة؟ لولو عايزها ايه؟ زيادة؟ لولو ايه في كوباية؟ دي مسحت بيها شوارع مصر يا نوج.
ده انا لا عارفه اكل ولا عارفه اشرب ولا عارفه انام ولا عارفه ادخل الحمام منها. دي بتنطلي في الحمام يا نوج. معلش معلش يا حبيبتي، استحمليها شويه عشان خاطر عمرو. انا مستحمله عشان خاطر عمرو؟ امال مستحمله عشان خاطر مين يعني؟ تقربت تمشيني على الحيط كمان شويه. اسمعي بقى يا ستي، انا هقول لك على خبر ممكن يهديك شويه. خير قولي. انا جاي اليومين الجايين دول القاهره ان شاء الله. يا سلام، اشمعنى؟ ولادي يا ستي مشتركين في بطوله الجمهوريه للكاراتيه. ربنا معاهم، وحشوني قوي القرود دول. بصيهم لي والنبي يا نور. انا هسيبك بقى دلوقتي عشان الحق انام شويه، هي اصلها اختفت بقى لها نص ساعه. ادعي لي تكون نامت والنبي ولا غرض في ده. يلا تصبحي على خير. معطر، كنت عايزة أعطر لك الأوضة علشان تنامي كده وتحسي إنك أنت نايمة في الجنة. أنا ما بحبش المعطر، أنا بكره المعطر، بكره المعطر. موت يا معطر، روح يا معطر. يلا ندوش، يلا تعالي نامي يا حبيبتي، أوعي تزعلي يا روحي. يلا حبيبتي نامي نامي، أنا عارفة إنك أنت تعبانة. يا شيخة ما تقوليش كده، أوعي تكوني تعبانة. لا أنا والله بتاعت الكلام ده. قولي لي بقى إيه الحلاوة دي؟ ايه يا اختي الجمال ده والطيبه دي؟ لا اله الا الله، ما ينفعش اللي احنا فيه ده. مش انا يا ست، مش انا. ايه ده، نسيت احكي لك، نسيت احكي لك على اول رحله ليا في امريكا. رحت اعمل ايه؟ رحت اعمل حديث مع بوش، بوش الكبير. قعدوا بقى يطلعوا عينيا بقى بالموافقات ويشوفوا الاسئله والاجوبه. وتشمتي يا حبيبتي؟ لا مش نايم. طب ليكي صحية كده معايا عشان احكي لك، احكي لك تاريخ. يس 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 يس. Thank you.
ميرسي يا حبيبتي. انا عارفاكي ما بتلهطيش في البطيخ كده زي العالم البيئه الا لما تكوني مبسوطه في غايه الانبساط. طب شفتي 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 وهي عامله زي الفحميه المحروقه. تصدقي صعبت عليا قوي. لا بفكر اعمل لها اكله كده اهوت تفتح نفسها. تفتحي نفسها؟ قولي تفتحي دماغها تفتحي كرشها اصدقك. بقول لك ايه، شيل البتاع ده من قدامي غوري من وشي. يلا احسن برضك بينها هربت منك. تعملي ايه يا لولو؟ عملت لك حته اكله هتاكلي صوابعك وراها. احدفيه ليمونه من العين. سوري يا حبيبتي جت فيكي. بقالي 15 سنه ما دخلتش المطبخ الا عشان خاطر عيونك. يلا بقى تعالي دوقي يلا بسرعه. يلا يا قلبي قبل ما يبرد. تقولي لي رايك؟ بألف هنا وشفا. ها؟ ايه؟ وحش؟ بالعكس ده حلو قوي. ده حتى هاكله كله. طب يلا كل كل. مستنيه ايه؟ كولي 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 كولي. يا بنتي مفتريه. كولي. حاضر. بسرعه. هخلص المكالمة دي ولاقيكي خلصتي كل الأكل، أوكي؟ بسرعة. انا مش قلت لك 100 مره ما تتصلش بيا خالص؟ افرض الزفته اللي اسمها ندى دي سمعتنا دلوقتي اعمل ايه؟ يو يا خالد ايه شغل العيال ده؟ لا ده انت بقيت قرار قوي. خلاص قابلني بكره في المطعم في بيكارو. اوكي باي باي. اكيد طبعا كانوا بيتكلموا عليك. مش انت قلتي ان هي ما كانتش عايزاك تسمعيها؟ ايوه بس ايه هو ده بقى اللي هي مش عايزاني اسمعه؟ دي عايزه سؤال يا اسكى اخواتك. انا قلبي كان حاسس ان الست دي عايزه تطفشك. دي مش حركات واحده تعبانه ابدا. انا برضو شكيت في كده اما سمعتها امبارح. ده لو طلع صح هقط. بس الشك مش كفايه، انا لازم اتاكد. وتتاكدي ازاي بقى؟ ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله صغرتي 20 سنة والله العظيم. ميرسي يا حبيبتي. يعني كده بقى عندي 5 سنين؟ يا لهوي على الوهم. انت رايحه على فين يا لولو؟ لو عندك اي مشوار اعمله لك، خليكي انت مرتاحه. لا حبيبتي عندي تشيك اب سنوي. تشيك اب كده؟ اه. طب اجي معاكي عشان ما تبقيش لوحدك. لا النهارده عايزاكي ترتاحي وتعملي بابل بات وتحطي كريماتك وتبقي زي القمر. ربنا يخليكي ليا يا لولو، ما يحرمنيش من عطفك عليا ابدا يا رب. ميرسي باي باي. لولو المسيو المسيو تو لولو. قدامك اهو. نعم افندم. نعمين بحبك.
والله العظيم انك انت راجل مجنون. شرف المهنه واشتركت معاكي في المؤامره اللي عملتيها على ابنك وخطيبته. قلت له انك عيانه ويمكن تتشل كمان. بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني يا رب. وبعدين دي مش خطيبه ابني. واطيه وخدامه. ايه السفله الجربوعه الواطيه دي اللي تبقى خطيبه ابني؟ خلاص ما تعملش نفسك. بعدين دي مش واطيه وسفله وبس. لا دي بنت ستين جزمه قديمه ابوها كان صرامات. وما كانت بتغسل التواليت في الاوتيلات. استريحتي؟ مش قوي. Oh.
تصل 2 ترسو بميناء الجزائر عائدة. يا حبيبتي صعبة شوية، لازم تكبري كده شاب. ياب 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 دي ندى بتتصل. عايزة ايه الست زفتة دي؟ اهو ردي عليها وانت تعرف. ايه حبيبتي ازيك؟ اهلا، خير؟ اي خدمة؟ لا انا كنت عايزة ابلغ حضرتك ان ندى تعبت فجأة، واحتمال يعني تقعد عندي كم يوم. سبتي سلامتها الف سلامة. ان شاء الله انا، ان شاء الله كل اللي يكرهها. دي ندى، دي النسمة، النسمة الحلوة اللي انا عايشة عليها. ممكن اسمع صوتها؟ ارجوكي اسمع صوتها. هي خدت دواء البرد ومريحة شوية، يومين ثلاثة كده وهتبقى كويسة ان شاء الله، وهتيجي على طول لحضرتك. يومين ثلاثة؟ لا ما اقدرش اعيش من غيرها يومين ثلاثة. انا هعرضها على احسن دكاترة في البلد. اديني العنوان بسرعة من فضلك، بسرعة. العنوان 16 شارع سليمان أباظة، الدور الثاني، اول شقة على ايدك اليمين، مصر الجديد. يا رب يا ندى يا حبيبتي اطمن عليكي كده اهو، واطلع كده لقيك ولعه ولعه. عايشين هنا؟ في حد هنا؟ Oh!
هي ندى موجودة يا أولاد؟ سلامتك يا حبيبتي، مالك؟ اللي عمل فيكي كده يا لولو؟ 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 انا مختلف مع حضرتك، انا شايف ان احنا نبنيها هنا او هنا، يعني احنا اكيد هنلاقي حته هنبنيها فيها، بس ايه الاشكال اللي في بيتي ده؟ ايه اللي بيحصل في فيلتي ده؟ مين الهمك دول؟ لا لا، في ايه هاني؟ ما تسيبينا نشوف شغلنا. مين دي؟ بس انت مامت عمرو. عمرو مين؟ ايه عمرو اللي انا هتجوزه؟ عمرو اللي انا هتجوزه؟ انا اسف هاني، والله ما خدش بالي. اللي ما يعرفك جهلك او اللي ما جهلك ايه. وشوف يا فندم، احنا المفروض نبني فيلا صغيره جنب الفيلا الكبيره بتاعت حضرتك، وده حسب اتفاقي مع الاستاذ عمرو ابن حضرتك علشان يعيش فيها هو والهانم الصغيره. مفيش هوانم هنا غيري، الفيلا دي بتاعتي انا. شيل الزباله بتاعتك واخرج من هنا، غور من قدامي. يلا مع السلامه. زباله؟ اما انت وليا قلت الادب صحيح، احنا زباله. عليها اقتراب الثلاثة، ما انا نطلعها. بتعالي طلعيها انت بقى. ايه اللي عملتيه بس ده يا مدام؟ احنا كده هنضطر نجيب زبالة. يشيل الزبال. زبال يشيل الزبالة. سوري يا لولو، عشان خاطري ما تضايقيش نفسك. انا هطلعها لك، خليكي انت مرتاحة، اوكي؟ ايوه استريحي يا لولو. هي حتى يلا. حاضر اهو. بيطلعوها ازاي دي بس يا ربي؟ ما تخافيش، هطلعها لك حالا. خليكي زي ما انت. مش عتقل بيت لولو يا حلوه يا صغيره. صور معايا، انت مش مهندس؟ لا انا بقيت خبير استراتيجي ومحلل سياسي. يعني هي جت عليا انا؟ والله انت مجنون. دور. انا مسكت الراس. انت كويسه يا لولو يا حبيبتي؟ انت شايفاني يا لولو؟ تشاش يلا يا لولو بينا على المستشفى. يلا استني اساعدك. بالراحه. على مهلك يا لولو. خد نفسك. على مهلك. نفسك على طول. شفيق وزهيق. على طول. شفيق زهيق شفيق. يلا انا ماشي. خلي بالك منها. شغل بس. المقاوله دي هتاخد فيها كام يا ريس؟ 500 جنيه على كل راس. ايه هو ده؟ ده شويه مسلح وهتقشرهم. هم 100 جنيه ما فيش غيرهم.
الكلام ده انا بقشر عمياني وما برعيش ان اللحم ما يطلعش في الاسمنت. ما يطلع اللحم في الاسمنت، ايه الحكايه يعني؟ مش حكايه. بقول لك ايه، المرمه دي ما تستاهلش كل ده، اركن انت على جنب وانا اللي هقشرهم. شغل يا ريس. معلش شوفي ردي على الراجل. ايوه مختار، انا كويسه وانت؟ ياه فجأة كده. بكره؟ اوكي اوكي باي. ايه في ايه؟ عايزين يرجعوا البرنامج ويعملوا لي حفله تكريم بكره. مبروك يا لولو، اخيرا عرفوا قيمتك. خليتها ولا العمود المسلح، كان ناقص لها سخين حديد ونطلع بالدور التاني. يا بنت المفتريه، الست بتكح زلط. ولسه هي لسه شافت حاجه، ده انا هرقصها كده، هرقصها كده. هتعملي ايه تاني يا بلوى؟ فاهميني، مش كفايه كده بقى؟ كفايه؟ انت ما كنتش بتخليني انام يا نوجة. طب رسيني ايه اللي في دماغك؟ هتكلمي مين؟ حصلك وش؟ ايه ده؟ وده جاي يهبب ايه ده؟ ما تهدي شويه على نفسك. خالته ام عمرو فيه ايه مال؟ خالتي ام عمرو؟ انا اسمي لقاء هانم. مين ده؟ ده صاحبي يا لولو. فيه ايه؟ ده صاحبي يا لولو فيه ايه؟ وكان في مشروع ارتباط بينا، بس لولا بقى فرق السن وقف عقبه في حياتنا. يلا بينا يا اوشا. رايحين فين يا حبيبتي؟ تلغبطوا في الفيلا فين؟ داخلين نريح شويه. في حاجه؟ لا يا حبيبي مفيش اي حاجه، لغوصوا براحتكم في الفيلا زي ما انتوا عايزين. خش. ايه يا بنتي اقعدي في ايه؟ انا مفجر سفاره. انت اصلك ما تعرفهاش الست دي، المفروض الواحد يخطط لها. المفروض عند المكواجي. كل الحلول في دماغ العبد لله. ما تسيب اللعبه ده وتركز معايا. ايه؟ تعالي ما تخافيش. ماشي. بصي يا ستي، طالما جيتي القوشة مش هسيبك الا في الكوشة. يسمع بقك ربنا. طب وهنعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد. هصرصرك وهظبطك وبعون الله هخلي يمينك مكان شمالك. ايه الحلاوه دي يا مدام لقاء؟ بصراحه بقى انا خايف عليك اللي تتحسدي. ده يا مدام حقيقي دمه تقيل قوي، وهو مش طايقني اساسا. بقول لك ايه يا لولو، خدي لك بقى هدي اعصابك. لا لا انا كويسه قوي قوي قوي، انا النهارده روحي ركعتي، انا مش قادره احكي لك انا عامله ازاي. الحمد لله. طلع فين الزفت ده؟ بتجيبي في سيرك ليه بقى دلوقتي؟ يعني ما شربتش حاجة يا فايلة لحد دلوقتي. دلوقتي تشرب وصلاصير تشتغل. طب هنشربها من الإزازة دي ازاي؟ هي بتشرب منها امتى؟ لما بتتعصب. بسيطة دي، معصبة. يلا بينا. بابا 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 في أخرة الصحوبية الناس اتلمت عليا، آخر عرابي بنزينة يا بنت. خد الدواء.
مفاجأة لقاء. شفتي المفاجأة اللي أنا محضرها لك؟ أجنن ها؟ إيه مالك بتضحكي على إيه؟ إزاي تيجي عريان؟ أنت اتجننت؟ أنا اللي اتجننت برضو؟ أنت شايفاني عريان؟ أه طبعًا عريان. شوفي بقى، أنت طول عمرك بتنشفي ريقي وبتنرفزيني وبتخلي بجد بجد أنا غلطان إن أنا جيت علشان أهنيكي. أنا فعلًا غلطان إن أنا جيت عشان أهنيكي. حنظلة عايزك في موضوع يا كوتش. عزمتي حنظلة من ورايا؟ استفلتك أمك. مالك يا لقاء؟ صدقي انا كده شك فعلا ان البت دي عملت لك حاجه بجد. ايوه هي عملت لي حاجه. انت عملتي ايه؟ عملتي ايه يا محتاسه يا واطيه يا مجلبيه كاستور؟ انا واطيه؟ هقول لك ايه، ما انت اصلك حرت خش وقش، واللي عندك يلا هاتيه هاتيه هاتي. طب خدي. ويقول لي ان فرحه هيبقى بعد بكره. ايه بيحطني قدام امر واقع؟ بقول لك ايه يا لقاء، واضح ان ابنك كده واخد في وشه ومش همه، وبعدين بقى خلاص سيبيه يتحمل نتيجه اختياراته. المثل بيقول ايه، اللي بشيل قربه مقطوعه بتبظ فوق نافوخه. وبعدين مش انت عملتي كل الحاجات اللي تبوظ الجوازه وبرضك مفيش فايده؟ ايه بقى؟ طب اديني ايدك يا حبيبتي. هتقري لي الكف؟ هاتي ايدك. انت دراديرك بتاكلك ولا ايه؟ فوفا لولو، حضرتي فستانك اللي هتحضري بيه فرحي؟ انا عايزاكي تبقي احلى واحده في الفرح، حتى لو احلى من العروسه نفسها اللي هي انا طبعا. طب
طبعا يا حبيبتي، انا هختار لك احلى فستان اسود عندي عشان البسه لك في اليوم الاسود ده. ربنا يجعل ايامك كلها سودة. اديني ايدك. جالك شلل رعاش؟ يخرب بيت العد على اللي عملوه. اي لقاء، انت بتسنني على كبر ولا ايه؟ روحي يا حبيبتي اجهزي عشان انا كمان الحق اجهز. يعني ايه؟ يعني انا قررت ان انا اتجوز معاكي في نفس الليله. ما تسوقيني يا لولو اوام يا لولو، داري سيئه يا خدني بالسلامه يا لولو. سامعه يا لولو، الناس بترقص علشاني. شايفه يا لولو طويل قوي فستاني. معاني الغرام، وانا جيت النهارده عشان ابقى وكيلك. يلا عشان اسلمك لجوزي مجنون. أظن دلوقتي بنشتغل على المكشوف، لازم كل الناس دي تعرف أصلك الواطي. أنا أصلي واطي يا ستي. أنا دي أمي. صح فعلا أمك. ندى رد تردي علي بيه مش كده؟ انا نفسي اعرف انت ازاي جالك قلب تعملي كده. انت ناسيه البنت دي كانت هتبقى مراته؟ ما انت كنت معايا. ايوه صحيح انا كنت معاكي، بس عمرنا ما اتفقنا ان احنا نهين كرامه الناس بالطريقه دي ابدا. رايح فين؟ انت ناسي فرحنا؟ فرحنا؟ هو فين الفرح ده؟ اقول لك افرح انت لوحدك.
ندى. وتيتي لو سمحتي. خير؟ جاية تهنيني هنا كمان ولا ايه؟ أنا عمري ما حسيت إن أنا أم العمر إلا لما مشيت من القناة. حاولت أعوضه بس أنتي ظهرتي في حياته فجأة. ويا ريتني ما ظهرت. بالعكس أنا اللي كنت غلطانة إني افتكرتك إنك ممكن تاخديه مني. ياه تأخر قوي. أنا إيه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ أنا حسيت بغلطتي وندمانة على كل اللي عملته. ندمانة علي ولا ايه يا مدام لقاء؟ على البهدلة اللي بهدلتيها لي ولا الضرب اللي ضربتيه لي ولا الفضيحة اللي عملتيها لي يوم فرحي؟ خليتي اكتر يوم بتستناه كل بنت في حياتها اسود يوم في حياتي. انا عايزة اسألك سؤال واحد بس. انتي لو كان عندك بنت وحماتها عملت فيها كده كنت هتعملي فيها ايه؟ كنت قطعتها بسناني. أنا بقى ما عنديش أم عشان تقطعك بسنانها. أنا أمك. ارجعي له. عمرو بيحبك. يا جميل شوفي برجك كالعاده. حد معاه جرنان يا جماعه؟ ايوه. اذا كنت تبحث عن الحب عد من 1 لـ5 سوف تلتقي بمن تحب امامك. 1 2 عشان تصدقي ان انت نصيبي وانا نصيبك. كملي العد. 3 4 ام عمرو فيه مال عايز ايه؟ نعم تفعلي لي عيني وانا افعل لك عيني ونعيش شعور احنا الاثنين. امشي يا بنتي امشي. ايه رايحه فين؟ انت ما بتتهديش؟ هريتي البنت ضرب طول الفيلم. ارحمي نفسك شويه. ما تسيبيها تتجوز يا ستي. انت ارحمينا بقى. شوفي لك مسلسل روحي اعمليه. انزل يا عمي بنتي تراجعي يا عمي. يلا يا عمي يلا يلا. ده عقل ده انت ولادك انت سامعني يا ولادك.